إن تاريخ الأمم مراحل من النمو والتقدم والثبات والاضمحلال أحياناً، ولكن قوة الموروث الثقافي العربي وتمسك أبناء العروبة بلغتهم وهويتهم القومية وقيمهم العربية ساعد على استمرار الأمة العربية ويقظتها رغم ما تعرضت له عبر تاريخها الحديث من احتلالات ومحاولات للهيمنة والسيطرة. وقد تجلت اليقظة العربية في التطورات الثقافية مع بداية القرن 19 الميلادي، فكانت نقطة لإعادة الانطلاق نحو التقدم والتطور، مثلت ثورة فكرية ساهمت مجموعة من العوامل في ظهورها. منها الوعي الذاتي، إذ تأثرت أفكار المجتمع العربي بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية، حيث ضاقت الطبقة المثقفة من تأخر بلادهم، فأخذت تسعى للتغيير مستندة إلى التراث العربي وما يختزنه من عوامل النهوض والتنوير. والعامل الثاني كان التواصل مع الآخرين، فقد أدى الاحتكاك بين الشرق والغرب عن طريق السفر والتجارة والبعثات العلمية إلى التأثر بالأفكار الغربية، خاصة أفكار الثورة الفرنسية. وقد ظهرت أفكار اليقظة العربية من خلال الأحزاب والجمعيات العربية والمنتديات الفكرية والمقالات والصحف، فقد تنوعت الجمعيات في النصف الثاني من القرن 19، فساهمت الجمعيات الخيرية في تكوين المسؤولية الاجتماعية، بينما ركزت الجمعيات السياسية على التخلص من الخلافات والمطالبة بالاستقلال وجعل اللغة العربية لغة رسمية. كما سعت الجمعيات العلمية إلى نشر العلوم وتنشيط الفنون. كذلك المدارس الوطنية التي كانت نتيجة مضاعفة الوطنيين نشاطهم التعليمي لتعليم أبنائهم وحفاظاً على شخصيتهم وقيمهم العربية، كجمعية المقاصد الخيرية في بيروت عام 1878، والتي أصبح طلابها رواداً لليقظة العربية وحملة شعلتها. ومن المدارس أيضاً جمعية الآداب والعلوم التي تأسست عام 1847 في بيروت بجهود كبيرة من المفكرين نصيف اليازجي وبطرس البستاني، والتي هدفت إلى رفع مستوى التعليم ببذل جهد جماعي منظم وإفساح المجال للدور الاجتماعي للمساهمة في هذا المجال بعيداً عن الطبيعة الفردية، فكانت مبادرة طيبة الثمار. وفي دمشق تأسست حلقتين علميتين سياسيتين، هما حلقة دمشق الكبرى عام 1898 وحلقة دمشق الصغرى عام 1903. وقد عرفت حلقة دمشق الكبرى باسم حلقة طاهر الجزائري الذي أسسها، وهو يشغل منصب مفتش معارف، والذي عمل على إصلاح نظم التعليم في سوريا، فتمكن من جمع رجال العلم والمعرفة في دمشق ضمن الحلقة، ومنهم جمال الدين القاسمي وعبد الرزاق البيطار ومحمد كرد علي وفارس الخوري وعبد الرحمن الشهبندر وشكري العسلي. فأصبحت روح التغيير والتجديد الاجتماعي والعمراني تسري في نفوس الشعب، وقد استطاعت المدارس الوطنية القيام بدور كبير في مواجهة المدارس الغربية التي تأسست في بلاد الشام وسعت لنشر العلوم الحديثة واللغات الأجنبية في بداية القرن 19، كالمدرسة الألمانية والإنجليزية في فلسطين والفرنسية والأمريكية في سوريا ولبنان. كما ظهر العديد من الأدباء والمفكرين الذين نشروا أفكارهم في الصحف والمجلات، فكانوا قادة الحركة الفكرية والوعي ووضعوا معالم الفكر التربوي. نذكر منهم عبد الرحمن الكواكبي الذي قال: التربية ملكة تحصل بالتعليم والتمرين والقدوة، وهي مكونة من أصول وفروع، وأهم أصل من الأصول هو المربي.
كما دعا إلى امتلاك الحرية مع اشتراط العقل والتربية. أما بطرس البستاني فقد جعل العلم مقياس تقدم الأمم، ودعا إلى تعلم المرأة كي تصبح عضواً فعالاً في المجتمع يشاركه الرأي والعمل، كما دعا إلى امتلاك الحرية الفكرية لأن الفكر المستعبد لا يمكن أن يكون فيه استعداداً كما يجب للعلوم، كما أكد المفكرون على الانتماء الوطني والمواطنة، حيث بيّن رفاعة الطهطاوي أن المواطنة ليس من توطن في البلاد واتخذها وطناً وتمتع بحقوق بلده فقط، بل كان خاضعاً لقانون وطنه ومؤدياً لحقوق الوطن عليه. في حين رأى بطرس البستاني أن الانتماء الوطني يكون للوطن كله بجباله وسهوله وبحره وبره ولكل أبناء الوطن على اختلاف مذاهبهم وهيئاتهم، ولم يعتمد المفكرون والأدباء العرب في بناء يقظتهم الفكرية على تقليد الغرب بالكامل، بل كانت أفكارهم دعوة للإصلاح والتنوير مع الأخذ من الغرب المتمدن ما يناسب واقعنا. هذا ما أكده سليم البستاني الذي دعا لتعمير البلاد واستثمار مواردها مشيرا لأهمية مركزها. طبعا لم تقتصر اليقظة العربية على المفكرين والأدباء من الرجال فقط، فقد شهدت بلاد الشام نهضة نسوية تمثلت بتأسيس النوادي والصالونات الأدبية بهدف نشر الوعي بين السيدات عبر المحاضرات والمباحثات العلمية والأدبية، والعمل على تحسين الوضع الاجتماعي للنساء وإصلاح المعيشة العائلية. ومن رائدات النهضة زينب فواز ومريانة مراش التي دعت لتهذيب العقل والعمل لتطوير المجتمع وتعليم المرأة لتستطيع اتباع أفضل الطرق في تربية أبنائها. كذلك ظهرت الصحف النسائية كصحيفة العروس في دمشق عام 1910 لصاحبتها ماري عجمي، وقد فتحت المطبعة العربية مجالاً واسعاً للمفكرين والأدباء في نشر أفكارهم لتنوير المجتمع عن طريق الصحف والمجلات، فقد وجدت في مدينة حلب أول مطبعة عربية في الوطن العربي عام 1704، جلبها البطريرك الأنطاكي أثناسيوس الرابع، وضع حروفها العربية الصانع عبد الله الزاخر الحلبي، ثم في عام 1858 كانت المطبعة المارونية التي أسسها المطران يوسف مطر، وفي دمشق استقدم حنا الروماني أول مطبعة عام 1855، ثم أنشئت عام 1864 مطبعة ولاية دمشق التي طبع فيها صحيفة سورية. وفي الوقت الحاضر ما زال دور سوريا الريادي في إحياء التراث العربي والمحافظة عليه، حيث تصدرت الجمهورية العربية السورية اليوم موسوعة عربية شاملة وموسوعات متخصصة في الطب والقانون والآثار والتقانة بهدف توفير مرجع علمي ثقافي يضم جوانب المعرفة ويتصف بالدقة العلمية والشمول. وتتألف الموسوعة العربية من 24 جزءا. لقد شكلت الأفكار التنويرية العرب نواة الحركة الوطنية العربية التي وقفت في وجه جمعية الاتحاد والترقي التركية بعد استلامها حكم الدولة العثمانية، والتي اتبعت سياسة استبدادية بفرض التتريك على البلاد العربية في محاولة للقضاء على الشخصية العربية، وقامت بإعدام قادة الحركة الوطنية العربية في السادس من أيار عام 1916،
فشكل منتسبو الجمعيات والأحزاب وثيقة دمشق أو ما يعرف ببروتوكول دمشق لتكون أساس التفاوض بين الشريف حسين وبريطانيا، والتي انتهت بإعلان الثورة العربية الكبرى عام 1916، استطاعت تحرير بلاد الشام من الاحتلال العثماني وتأسيس حكومة عربية في دمشق. بين عام 1918 و1920 كانت فاتحة صفحة جديدة من النضال.